مشاهدينا الكرام، طبعا احنا نذكركم بسؤال اليوم. سؤال يوم الخميس عرضنا على حضراتكم صورة في بداية حلقتنا لهذا الصباح، وما عليكم مشاهدينا الكرام إلا أنكم تعرفون هذا المعلم أو هذه الصورة اللي باينة حاليا على الشاشة، وبناخذ اتصالاتكم إن شاء الله في وقت لاحق في البرنامج، نتعرف على الفائز بإذن الله في ذلك الوقت. احنا طبعا وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام في فقرة التكنولوجيا، وفي حفل عام 2016 او حفلة عام 2016 بإنجازات عديدة مهمة على صعيد التقنية، خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والسيارات الذكية وغيرها الكثير. بنتحدث اليوم مشاهدين الكرام على حصاد التكنولوجيا لعام 2016 مع الأستاذ رامي مراد خبير تقني، ونقول صباح الخير أستاذ رامي ومرحبا بك. صباح الشارقة. صباح الخير أستاذ. صباحكم. صباح الخير. حياك الله معنا في صباح الله الشارقة. الله يسلمك يا رب. فاحنا يعني نتكلم شوي عن التكنولوجيا بما احنا دخلنا في عام جديد 2017. صحيح. اكيد عام 2016 احتفى كثير من التقنيات باختراعات ابتكارات جديدة ما كانت تخطر حتى على بال كثير من الناس. صحيح. لو نتحدث شوي عن حصيلة هذه الباكورة. هلا الصراحة العام 2016 العام المنصرم كان الصراحة مثل ما تفضلت حافل بالإنجازات التكنولوجية، إن كان على الصعيد المحلي، اليوم ما عاد فينا نحكي عن الصعيد العالمي. صحيح. عن الصعيد المحلي على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة أو على الصعيد العالمي. بنبدأ شوي هيك نقول عن الأشياء اللي شاهدناها هون بدولة الإمارات أول شيء، وبعدين ننتقل على مستوى العالمي. اليوم شهدنا العديد من إطلاقات منصات الذكية للحكومة الذكية بدولة. صحيح. الإمارات، هذا جزء من التطور التكنولوجي اللي حصل على المستوى المحلي. شهدنا اليوم إطلاق الأخبار عن صناعة أول قمر صناعي محلي. نعم. انتج بشكل كامل 100% عن طريق خبراء ومهندسين شباب اماراتيين، كمان هذا كان انجاز علمي بخلال عام 2016. نعم. كمان شهدنا العديد من الابتكارات اللي تتعلق بعالم الروبوتكس. نعم. كمان كان في عندنا شباب اماراتي كثير طموح توصل لكثير من الاختراعات بهذا المجال. هذا بشكل بسيط. اليوم كمان من خلال فترتكم الصباحيه صاحب السمو حاكم الشارع كمان عم بيوعنا بكثير من اجتماعاته بقصص التكنولوجيا والابتكارات. صحيح. فعم نشوف في اهتمام على مستوى الدوله والمحلي، وهذا الشيء بيشجع جيل الشباب على القدوم على الابتكار والاختراعات. اليوم إذا بدنا نحكي شوي عن المستوى العالمي، شهدنا كمان الكثير من الاختراعات خلال عام المنصرم 2016. فعلا كان عام مليء بالاختراعات، إن كان على مستوى الروبوتكس أو على المستوى الهواتف الذكية المتحركة أو على مستوى مثل ما تفضلت ببداية حديثك الطائرات ذات التحكم عن بعد، أو اليوم كمان شفنا تقدم في مجال الطب والتعليم من خلال مجال الروبوتكس. عم نشوف عمليات. صحيح. جراحية كنا عم تتم بمكان بينما الدكتور عم بيكون بمكان آخر. إذا بدنا نحكي شوي كمان عن عالم الهواتف المتحركة، عام 2016 كمان شهد الكثير من الإصدارات والإطلاقات، كان أهمها الآيفون من شركة أبل العالمية اللي هو آيفون 7 اللي حمل شكل جديد وميزات جديدة. شهدنا كمان شركة التنين الصيني شركة هواوي. نعم. كمان كان في عندها العديد من الإصدارات. صحيح. التكنولوجية وتتعلق بالهواتف المتحركة أيضا. نعم. اللي كانت عم تنافس بشكل كتير كبير. كمان من جهة أخرى شفنا الكثير من الإخفاقات. نعم، هذا الحب نتكلم عنه. يعني أنت ذكرت الحين الجانب الإيجابي. لحنا عطوم الحب نكون إيجابيين. نصنا مليئ من الكوم. خلينا نتكلم عن الإخفاقات. صحيح. وأبرز المشاكل التكنولوجية أو التقنية اللي شاهدناها في عام 2016. هلا كان من اكثر الفضائح اللي لاحقت كبرى الشركات العالميه هي فضيحه الهاتف النوت 7 من شركه سامسونج العالميه. طبعا. واللي يمكن هالاخفاق هذا باطلاق هاتف كان غير مكتمل، خلينا نقول التصميم او التصنيع كان في خلل. نعم. في التصنيع ادى الى مشاكل
كثير كبيره لكثير من العالم، مما ادى خلى شركه سامسونج انها تسحب جميع الموبايلات من نوت 7 من اسواقها العالميه. طبعا هذا الشيء سبب له خساره ماليه كبيره أكيد. كانت تقدر باكثر من مليار دولار على مستوى العالم. حتى في اصدارات جديده لشركات عالميه كبيره، ما بدنا نذكر اسامي، بس كمان كان فيها بعض الاخفاقات الصغيره اللي لاحظوها العالم. فكان صراحه بالنسبه شفنا من جهه ثانيه، بدنا نحكي كمان هلا خلينا نروح على النجاحات، نرجع مره ثانيه الايجابيه الايجابيات. كمان شفنا شركه سوني باطلاقها للنظاره العالم الافتراضي اللي كانت مميزه جدا. شفنا كمان المصنع ال جي كمان اطلق هاتف جديد كان اسمه جي 5. كمان الجي 5 كان مليء على المواصفات الحديثه واللي كانت بتهم جمهور المستخدمين في العالم. فالحقيقه عام 2016 كان عام حافل على جميع المجالات، يعني ما يكاد لا يخلو مجال علمي او صناعي لا يخلو من ابتكارات التكنولوجيه. اليوم يعني خلينا نقول احنا دخلنا في 2017، الطفرة السريعة هذه بين جهاز وجهاز، ما بين ابتكار وابتكار، كيف اليوم أنا كشخص عادي أقدر أنا اليوم يعني أواكب هذا التطور السريع؟ يعني اليوم أنا اقتنيت مثلا جهاز لوحي في مواصفات معينة، وفي بعد شهرين مثلا نزلت لوحة جديدة. فهي مسألة فيها أنا أفكر فيها من ناحية اقتصادية، من ناحية مثلا العملية كيف أقدر أستفيد منها، ولا هي تخصصات أني خلاص يعني أنا أتخصص في مجاله. الحقيقة احنا اليوم التطور السريع اللي عم بيحصل بمجال تكنولوجيا الاتصالات خاصة والإنترنت أيضا، اليوم عم نشوف الاي او تي اللي هي إنترنت الأشياء دخلت بمجال حياتنا بشكل كلي، والتطور بمجال الاتصالات عم بيعطي فرصة لجميع مصنعين الهواتف المتحركة الذكية والأجهزة اللوحية حتى الكمبيوترات المحمولة، لأنه عم بيكون في العديد من الإصدارات يكاد يكونوا متقاربين من بعضهم البعض. صحيح يعني صحيح، كل شهر أو شهرين عم تلاقي في إصدار جديد لنفس الجهاز، طرقات بسيطة لا تذكر. نحن على طول صراحة من ننصح الجمهور المستخدمين أنهم ينطلقوا من حاجاتهم ومن الرغبات. أنا اليوم اختصاصي مثلا ممكن يكون في مجال البزنس الأعمال، أو ممكن يكون في مجال الهندسة، فبنتقي جهاز يساعدني في اختصاصي. اليوم الأجهزة ما شاء الله كلها عم بيكون فيها خواص وتقنيات كتير عالية، بس المستخدم عم بيستخدم منها 10% أو 20%. فعطول من إحنا بنقول لهم انطلق من حاجاتك حتى توفر شويه مصاري، وبالتالي لما بيطلع في اصدار جديد ممكن تكون اذا شفت الاصدار الجديد مفيد لك اكثر، ممكن انك تعمل صحيح. استثمار بهذا الشراء هذا الجهاز الجديد. بتكون يعني مش عم بتضيع باللغه العاميه، عم تضيع مصرياتنا على اشياء احنا ما عم نستخدمها. كثير من الناس تمشي وراء المسمى، يعني والله صحيح. انا ابغى مثلا الايفون 7. صح. انا ابغى ايفون 7، طيب شو تبغي من التليفون؟ شو حتى ما يعرف شو خواصه، بس لان الفكرة. موضه صارت عندهم انه من جهه ثانيه استاذ جمال، من جهه ثانيه الشركات المصنعه صارت بعد سنه او سنتين او ثلاثه يقل دعمها للاجهزه القديمه، بمعنى وحتى كمان في عندك تطبيقات برمجيات عم تنزل حديثة عم تدعم الموبايلات أو الأجهزة الجديدة، ما عم تدعم الأجهزة الحديثة. صحيح. فمشان هيك وقت المستخدمين عم بيلاقوا حالهم مضطرين أنهم يجددوا الأجهزة الذكية اللي بحوزتهم. هذا سبب تاني كمان صراحة أنه الناس عم بتغير بشكل دوري. نعم، إذا بنتكلم عن الشركات اللي عانت من إخفاقات كبيرة في سنة 2016، برأيك كيف ممكن أن يتم تعويض هذه الإخفاقات واستبدالها بنجاحات في 2017؟ الصراحة هذا موضوع كتير صعب رح يكون عليهم، لأنه هذا الأمر رح يتطلب جهود جبارة. صحيح. بأنهم يطلقوا أجهزة جديدة عم بتنافس الأجهزة الجديدة من الماركات العالمية الأخرى، وبنفس الوقت بدهم يتأكدوا أنه هالإخفاقات اللي مروا فيها ب 2016 ما تتكرر بالأجهزة الجديدة. فهذا الصراحة تشالنج أو تحدي كتير كبير عندهم.
المفروض يمروا فيه ويثبتوا لكل الجمهور المستخدمين انه اجهزتنا الجديده سليمه، محل ثقه، محل ثقه، ما راح تاذيكم، ما راح تكون في. يعني استاذ برايك هل عاده الجمهور او المستهلك ممكن انه ينسى هذه الاخفاقات وممكن انه يتغاضى عنها بمجرد نزول اصدار جديد من هذه الشركه، ولا لا المستهلك راح يظل محفوره بذاكرته ان هذا الجهاز كان مثلا فيه خلل تصنيعي؟ الحقيقه هذا الموضوع منه سهل ابدا، راح المستخدم على طول بيسبوت بباله او بعقله الاشياء اللي مرت فيها هي الشركه هي او السمعه اللي مروا فيها سببتها الاخفاقات اللي مروا فيها، فمش ما راح يكون من السهل جدا انهم هن يغيروا هالصوره عند المستخدمين، ولكن يعني شركات كبيره عم بيكون في عندهم اصدارات واختراعات جديده، ممكن طرق تسويقيه ذكيه، ممكن طرق تسويقيه ذكيه وما بدنا ننكر عليهم نجاحاتهم بالاجهزه الاخرى طبعاً. يعني اوريدي موجودين بالاسواق العالميه وفي عندهم منتجات ثانيه تكاد يعني لا يوجد منزل فارغ من اي شيء ينتمي لها الماركات العالميه صحيح يعني. نعم احنا نشوف يعني استاذ رامي كثير من الشركات خاصه العالميه لها خبره وباع طويل في هذا المجال، لما تنتج مثلا انتاج معين مثلا على سبيل المثال شركه من الشركات قالت ان التليفون هذا ضد الماي مثلا، لما تحطه في الماي دخل فيه الماي، طيب هذه الاشكاليه يعني اعتقد ان الشركه اكبر ان هي تقع في هذه المشكله الصغيره يعني مثل هذا. صحيح. فشو سبب هذه يعني الاخطاء؟ الحقيقه هو انتاج المنتج نفسه يمر بعده مراحل تقنيه، واخر مرحله تكاد تكون من اهم المراحل اللي هو قبل اطلاق المنتج الى الاسواق من خلال فحصه. نعم. وفحص نوعيه التصنيع وفحصه لمدة كافية انه نحن نجرب كل الفيتشرز اللي حطيناها بهالموبايل هذا وكل الوعود اللي عم نعطيها للزبون اللي رح يحققها من خلال هذا الجهاز. فعملية الفحص فحص نوعية الانتاجية صراحة من اهم المراحل اللي بتمر على عملية التصنيع. الشيء اللي احنا شفناه بجهاز سامسونج نوت 7 العام الماضي كل الناس كانت حتى الخبراء قالوا انه هذا الجهاز ما مر بعملية الفحص النوعية قبل اطلاقه الى الاسواق العالمية بشكل كافي او ما تم فحصه من شركات اخرى مستقلة، لانه عادة الاجهزة الالكترونية تم فحصها من شركات مستقلة ليس لها علاقة بالشركة المصنعة لحتى يكون الفحص حيادي وله مصداقية أعلى. فهذا سبب رئيسي صراحة إهمال، يعني قلنا نقول جزء من إهمال أو قصور ممكن طبعا الإهمال والتقصير في هذه المرحلة هو يعني عامل كتير كبير، لأنه أي موبايل أو أي جهاز إلكتروني يكون خالي من العيوب. هذا يعني أبسط شيء ممكن أن نقدمه للمستهلك. أيضا النقطة اللي ذكرتها أستاذ ان الشركات تسعى دائما ل خلينا نقول اصدار نسخ وكانها نسخ محسنه من الاصدار السابق خلال وقت زمني قصير. صحيح. هذا ايضا ممكن انه يكون من يعني من الاسباب اللي نحن عانينا منها كمستهلكين بسبب هذه. صحيح. العيوب التصنيعيه. انا حابه اسالك عن سبب نجاح بعض الشركات في مجال الالكترونيات وسبب فشل البعض. يعني في فتره من فترات كانت شركه نوكيا مكسره الدنيا، الحين ما لها تقريبا وجود. صحيح. شركات اخرى غيرها كثير، شو سبب الاستمرار في النجاح وسبب فعلا يعني خلينا نقول اختفاء الكثير من الشركات الاخرى؟ صحيح، سؤالك بمحله الصراحه. العديد من الشركات اليوم شهدنا الاخفاق، مثلا ماركات عالميه كثير كبيره. نعم. ما عدنا شفنا منتجاتها في الاسواق نتيجه صراحه السبب الرئيسي هو مواكبه التطور. نعم. او السرعه في تبني التكنولوجيا الجديده اللي عم تظهر بالاسواق العالميه. اليوم تكنولوجيا الاتصالات مثل ما قلنا عم تتطور بشكل كثير كبير وسريع، هذا الشيء عم بيفرض تحدي كثير كبير امام هالشركات هي. صحيح. لتتبنى هالتكنولوجيا هي بشكل سريع وتصدر منتجاتها اللي بدها تنافس فيها بالاسواق. الشيء اللي صار مع شركه نوكيا انه هن كانوا بطيئين كثير في تبني هالتكنولوجيا هي، مما ادى انه الكثير من الشركات المنافسه سبقتهم بتبني هالتكنولوجيا هي والاصدار الاجهزه الحديثه اللي بتناسب المستخدمين او اللي المستخدمين عم يكونوا بحاجه كثير كبيره لها. هذا هو السبب الرئيسي صراحه اللي خلى، ولانه ولو انه شركه نوكيا هي من كبرى المصنعين طبعا. كانت اجهزتهم نوعيتها عاليه،
بالكاد يمكن هلا بنتذكر اي اخفاق تكنولوجي مرت صحيح فيه هذه صحيح الشركه صحيح. الا هو الاخفاق التسويقي اذا فينا نقول انما قدرت تسوق لمنتجاتها نتيجه انه كانت المنتجات هاي ما بت ما بت ما بت لا تتوافق مع صحيح. الاحتياجات والمتطلبات العصر او الجيل الجديد بالفتره الزمنيه صحيح. اللي كانت استاذ رامي اللي كان عنده نوكيا كان مغرور صحيح كلاتهم يسمون الجد ما في انسان ما كان في عنده نوكيا يعني صحيح. صحيح هذه حقيقه لا. نعم يعطيك العافيه شكرا. استاذ رامي شرفنا ونورتنا في سيد الصباح الشارقه شكرا يعطيك العافيه على هذه المعلومات اللي قدمتها لنا وعرفنا اكثر على حصيله المنتجات التكنولوجية لسنة 2016 كل الشكر أكيد والتقدير للأستاذ رامي مراد خبير تقني شكرا يا هلا مشاهدين أكيد مستمرين معكم في صباح الشرق رح نروح لفاصل قصير وبعد الفاصل نكمل ونواصل خليكم معنا